شكرا ميسا. بالفعل مشاهدينا لا تقتصر فرصة الرشاقة على الشباب، إذ يمكن لكبار السن أن يكافحوا بها الشيخوخة. نتابع هذا التقرير ثم نعود إليكم. غالباً ما نرى كبار السن وقد فقدوا قوتهم وطاقتهم وظهرت عليهم أعراض الضعف. كل هذه الصفات غالباً ما يكون سببها البعد عن التدريبات وممارسة الأنشطة، ما يؤدي إلى فقدان العضلات. ولكن من أكبر وسائل مكافحة الشيخوخة هو الحفاظ على نظام غذائي معين يساعد على بناء العضلات والعظام وتقويتهما والحفاظ عليهما. عادة كبار السن اللي بيعانوا من مشاكل صحية هم اللي بتوجهوا لخسارة الوزن، لأنه نزول الوزن بخفف عندهم الأعراض، أعراض المشاكل الصحية اللي بيعانوا منها. كنت بعاني من ارتفاع ضغط الدم، بعاني من الكوليسترول، بعاني من زيادة الوزن. كبار السن وخصوصا النساء اللي بتكون توقفت عندها الدورة الشهرية بصير عندها بشكل طبيعي في جسمهم بصير في ضعف بالعضلات، خربطة في الهرمونات، عدم انتظام في الهرمونات. هذول بكون طبعا لازم نركز عندهم بالحمية، تكون برنامج حمية غذائية متوازن، لكن في عناصر غذائية مهمة لإلهم اللي أهمها البروتين، لأنه العضلات نحن بنحتاج إنه نبنيها بشكل أكبر، فبنزيد لها نسبة البروتين أكثر. طبعا بنخفف نسبة الدهون لحتى نتأكد إنه ما تزيد عندها نسبة الدهون والكوليسترول. طبعا المراجعة أول ما تتوجه لعنا في فحوصات معينة لازم نعملها، فحوصات مخبرية لحتى نشوف نسبة الدهون، نسبة الكوليسترول، نسبة السكر في الدم، الجلوكوز، ال LDL وال HDL، تحليل كامل للدم، تحليل شامل للدم. في ناس بتعاني كمان من مشاكل بالنقرة، زيادة الأملاح في الدم، طبعا نحملها هذا التحليل. بنقيس لهم نسبة الدهون ونسبة العضلات في الجسم ومقاسات شاملة للجسم. أحيانا إذا كانوا برضو بيعانوا من مشاكل صحية الأفضل إنها تكون معها تقرير طبي بيشرح حالتها لحتى نخصص لها البرنامج المناسب لإلها. دكتورة أمل أعطتني حمية غذائية وبرنامج رياضة، الحمد لله بدي أستمر عليه لغاية ما أخذ كل اللي بدي إياه، إني أنحف على الوزن اللي بدي إياه وعلى الدهون تروح مني وعلى ضغطي إنه ينتظم معايا إن شاء الله. مرحبا أعزائي المشاهدين، أهلا بكم أعزائي المشاهدين. نرحب بأخصائية التغذية الدكتورة أمل أبو شيخة مستشفيات أوباجي بالرياض. أهلين دكتورة أمل، أهلين. نورتينا في استديوهاتنا. تسلمي، طولتي علينا بس يسعدك ربي. طيب دكتورة أمل، احنا نعرف ان السيدات عامة زي ما شفنا التقرير اللي صابوا عامة كبروا كبار السن او شيخوخة، اوريدي نقول عدت عليهم اشياء والحين نبدا معاهم بقانون جديد على اساس ان يبدوا يحافظوا، لكن ابغى اسالك سؤال، كيف هنا تبدا السيدة من الحين من عمرها انها تكافح الشيخوخة هذه او سبل مكافحة الشيخوخة؟ أيوه. الطرق هلا نحن خلينا نوضح بشكل اساسي، عاده امراض الشيخوخه بتكون اسبابها نتيجه تراكم سوء التغذيه او سوء النمط الغذائي، فضروري انه الانسان ينتبه بشكل عام من بدايه ولادته، يعني خصوصا في سن العشرين والثلاثين يهتم بالنظام الغذائي. ضروري انه يكون برضه بيمارس رياضه مناسبة لجسمه، مش ضروري انه نحن خلص ملتزمين بنادي او شيء، لكن انه ضروري انه النشاط خلال اليوم يكون مناسب لجسمه. جميل. في طبعا اغذية مناسبة او ضرورية لازم الانسان يهتم فيها، اللي هي عناصر الالياف، عناصر الفيتامينات. جميل. في ناس كثير بتتطرق انه انا بس بدي عشان اخذ او زود جسمي بالفيتامينز بيلجأوا للكبسولات او الادوية اللي فيها الفيتامينات، لكن بينسوا اللي هو الشيء الأساسي اللي هو العناصر الغذائية المختلفة. أيوة. بضروري نركز نحن على الحليب، ضروري نركز على الألبان. جميل أنك قلتي هذه الإجابة دكتورة، أنا كان عندي هذا السؤال لك، أنه فعلا الواحد بس أنه يقتصر أن الكبار في السن أنه بس يهتموا بالحبوب والفيتامينات غير الغذاء، لكن أنا يعني أنت كويسة قلتي لازم مشترك مع الغذاء. أكيد يعني. هو مهتم ضروري، يعني أوقات بنضطر أنه نلجأ لناخذ فيتامينات للعناصر المعدنية. جميل. ضروري أنه نلجأ، لكن في نهتم أنه الأساس
اللي هو حيدخل جسمنا طبعا حيمتص الجسم بشكل طبيعي اكثر اذا كان هو غذاء عناصر طبيعيه اكثر من الكبسولات والمواد الكيماويه. طب دكتوره امل، يعني بوجهه نظرك احنا نتكلم زي كانت معك يا سيده يسعدها اللي معك في التقرير، ايش اللي ممكن الرياضه اللي بيتعاملوها زي كذا للسيدات اللي في عقد الأربعين ان كانوا عقد يعني طبعا هلا بعد سن الأربعين اغلب النساء بكون وصلت لسن الياس، فبتلاحظ على نفسها انه انخفض عندها نسبه الايض. أيوة. جسمها مش عم بيحرق. فضروري انها تمارس رياضه مع التركيز طبعا على الاكل المناسب لجسمها. هلا انواع الرياضه طبعا لازم تكون تحت اشراف مدربين. أيوة. لانه مش كل انواع الرياضه بتكون مناسبه يعني ما تتجه كذا من كيف عليه طبعا أي نادة. الا اذا كانت بتمشي مشي طبيعي عادي ما مشكله. لكن اذا بدها تمارس رياضه الافضل تكون تحت اشراف مدرب، خصوصا انه كبار السن عاده ممكن يعانوا من هشاشه في العظام. صح. ممكن عندها امراض قلب سكر فممكن تضطر انها تدوخ او شيء. صح. فانه لازم تكون تحت اشراف. اهم التمارين اللي هي المشي، تمارين الدراجه. جميل. التمارين المائيه كثير مهمه لانها خصوصا انها بتنشط الدوره الدمويه، بتساعد على حرق الدهون بشكل اكبر، بتقلل من الدهون والكوليسترول في الجسم لانها تحرق المكونات. طيب دكتوره، زي السيدات اللي مثلا يكونوا في العقد الرابع من عمرهم لكن اصابتهم مثلا الالام حقت الركب. نعم. أصابتهم الألام اللي في العمود الفقري. وأصابتهم غير كذا إنهم تعقدوا خلاص من نفسهم فجأة لقوا تغير وجاهم تحويل إن جاهم انتفاخ. نعم. في البطن. في البطن. أوكي. فهذه إيش يكون مشكلة يعني إيش المشكلة تكون معهم إيش يكون أو سوري يعني إيش العلاج يكون معهم؟ هلا إذا كانت بتعاني من التهاب مزمن أو بتعاني من ركبة أو احتكاك أو شيء فالأفضل تمارس برضو علاج طبيعي، لازم تكون تحت إشراف علاج طبيعي. أيوه. لحتى نشوف شو التدريبات الرياضية اللي لازم تمشي عليها. هلا بنلاحظ إنه فعلا عادة النساء بعد سن الأربعين تكون تركز الدهون عندها في منطقة البطن. صح. هذه كثير ويمكن منتشرة. أكثر شيء هنا في عند منطقة الخليج عامة. منتشر كثير هذا الشيء، خصوصا انه ممكن مش عم تتحرك بشكل صحيح، خربطت الهرمونات اللي بتصير في الجسم نتيجه انقطاع الطمث. أيوة. ممكن انه بتتناول حليب كثير. أيوة. هلا نحن نفضل طبعا لازم ناخذ حليب، لكن نفضل انه نحن ناخذ اللبن والزبادي اكثر من الحليب، لانه الحليب فيه اللاكتوز اللي هو السكر احيانا الجسم ما بيهضمه، فبصير عندهم حساسيه، بتؤدي لعندهم سوء في الهضم، سوء بالامتصاص، غازات في القولون، فالافضل ان نحن نلجا لللبن. لكن اذا كانت هي من مفضلين او سواء رجل او نساء اذا كانت من مفضلين الحليب فضل انه نعتمد على حليب الابل. أيوة. خاصه انه نسبه الدهون فيه اقل. اذا كانوا ما يفضلوا حليب الابل يعني يجيك سيدات تقول لك حليب جمل على قول يعني كيف العاميه هو بس انه حليب الابل نسبه الدهون فيه اقل، يعني حليب البقر كل 100 جرام فيه 3.9 حوالي دهون. أيوة. اما حليب الابل كل 100 جرام فيه 2.3 جرام. خلاص احنا نسوي خطه يا دكتوره، نسوي خدعه نسوي حليب بقر وهو حليب ابل عشان بس يشربون عشان لا هلا احنا ما بنحمش انه كلهم يحكوا ما بدنا حليب، لا الافضل طبعا لازم نتناول حليب. جميل. لكن تدري اذا حاست انه في عندها غازات او هات تتناول الشغلات اللي بتقلل من هذه الغازات. جميل. تمشي لحتى تخفف برضه. طيب دكتوره امل، نبغى كمان المراه بعد ما تنقطع عندها الدوره، طبعا هذه يكون حاله كمان تغيير جذري في حياتها. صح. ايوه يعني كلها تتغير، الهرمونات عندها، النفسيه، الجسم كله يتغير معها. هنا كيف بيكون طريقه الغذاء عندها، خصوصا نعرف ان العضلات ممكن ياثر على عضلاتها انها تضعف. صح، بصير عندها ضعف بالعضلات، فضروري تركز على البروتين، وخصوصا نفضل انه نركز على البروتين اللي هو من الاسماك. جميل. والدجاج، لانه الاسماك فيه الاوميجا 3. أيوة. الاوميجا 3 بيقلل او بيزيد من نسبه الكوليسترول الجيد في الجسم. طب كيف يكون عندها تخسيس، بسيط ولا يكون صعب التخسيس عندها اذا انقطع عنها الطمث او طبعا المرة. هي بكون التخسيس عندها اقل لانه جسمها مش عم بيحرق، العمليات الايض انخفضت عندها. أيوة. بكون عندها التخسيس اقل، لكن نحن بنضطر انه نعمل حميه غذائيه مناسبه لجسمها، يعني أيوة. نحن بنقعد معها بنعملها تحاليل. جميل. اذا كانت بتعاني من سكر، اذا بتعاني من دهون، من كوليسترول، من اي مشاكل صحيه، بنركز على هذه الحميه. حلو. ضروري انه تنتبه تاكل بقوليات، تناول بقوليات، لانه البقوليات فيها الاستروجين النباتي. جميل. هي نحن الطمث معناته انه قل افراز الاستروجين في المبايض. أيوة. فنتيجه لذلك انقطاع الطمث، فنحن بنعوض الجسم لانه محتاجه الجسم، بنعوضه عن طريق البقوليات. أيوة. هي فيها عاليه نسبه الاستروجين. ضروري انها تكثر من المواد المضاده للاكسده. اللي هي بتقلل من علامات الشيخوخه، من أيوة. بتعمل وقايه لها. اللي موجوده في
أعطيهم أمثلة. أي شيء ملون مثل العنب، أيوة. الفراولة، تمام. الخوخ، البردقان، ضروري تركز على هذه. سمعتوا سيداتي؟ نعم. أيوة. ضروري تركز طبعاً على العناصر اللي فيها الفيتامين سي والحديد. الفيتامين سي طبعاً هو برضو مضاد للشيخوخة، مضاد للأكسدة، كما أنه بيساعد الجسم على امتصاص الحديد. طبعاً. وطبعا اكيد يعني يعني احنا بس في الاخير نقول لازم انه يكون عندها مشرف، يكون جنبها او تروح لمشرف اخصائي التغذيه. طيب دكتوره، ليش احنا نسمع دائما مسكينه، يعني المراه دائما هي تصاب اكثر شيء بالشيخوخه قبل الرجل؟ ليش هي تتعرض هي للشيخوخه؟ هي نحن بنختلف انه شو نفسر الشيخوخه، هل هي انه وشها تغير شاخت او انه امراض. هلا علامات الشيخوخه اللي هي علامات الشيخوخه اللي بتظهر على البشره، أيوة. فهي المرأة بتكون معرضة لها أكثر من الرجل، أيوة. لأنه نسبة الكولاجين، أيوة. الكولاجين اللي هو البروتين الموجود في البشرة اللي بيعطيها النضارة واللي بيعطي الصحة للبشرة، طبعا. عند المرأة بينخفض أكثر وأسرع، أيوة. من الرجل، فبكون وشها باين عليها شيخوخة أكثر. لكن لو احنا حكينا عن أمراض شيخوخة، أمراض تصلب شرايين، أمراض القلب، لا، الرجل عنده أكثر، أيوة. احتمالية الإصابة صح من ناحية القلب وناحية، نعم. هذه الأمور إنه فعلا انصاب فيها الرجل أكثر، إصاب الرجل أكثر، فبالتالي أحيانا تلاحظ إنه الوفيات عند الرجال تكون أكثر من النساء. جد هذا فعلا، هذه المعلومة رائعة. طيب دكتورة، نصيحتك الأخيرة للعامة للسيدات وللرجال لعدم إصابتهم بشيخوخة، هو شيخوخة لابد منها، لكن قصدي يكون التقليل والوقاية، يكونون في كمان جسم مثالي. هلأ نحن ضروري نركز، كبار السن ضروري يركزوا على العناصر الغذائية المهمة اللي هي الألياف، الفيتامين سي، الحديد، ضروري يركزوا كمان على الأوميجا 3. في شغلة حابة أنوه عليها، إنه هلأ العائلة أو الأفراد العائلة، الأبناء، تضطر إنه تحكي لأمهم أو لأبوهم ما تتناولوا هيك، ما تعملوا هيك، ما تأكلوا من هاد ممكن يأثر على نفسيتهم. هلأ هو شيء طبيعي أكيد العائلة أو الأسرة إنه ما بتحكي هيك إلا من منطلق خوفها أو حرصها أو شفقتهم على كبير السن، لكن هذا الشيء ممكن يؤدي لإصابتهم بالاكتئاب، أيوة. بالإحباط، صح. تلاقيهم إنه منزويين، ملتزمين في غرفتهم، أو حتى إنهم ما بياكلوا أدويتهم الأساسية أو بتظاهر قدام العائلة إنهم هم عم بياخذوا هالأدوية هذه. يعطيك العافية أخت أمل، دكتورة أمل، وأنت فعلا منورتنا دائما، يعني غبتي علينا مرة لكن ما تكرريها. يعطيك العافية دكتورة أمل، وإن شاء الله أعزائي المشاهدين كنتم استفدتوا من فقرتنا هذه، وأتمنى من كل سيداتنا الجميلات أمهاتنا الرائعات إن عليكم أخصائية التغذية عشان تصير دائما جميلات. وشكرا، وفاصل ونواصل.